صحيح أنه ما زلنا باش نشهدوا ذروة أخرى في استعمال الكهرباء نظرا للحرارة المرتفعة اللي تشهدها تونس. الإجابة توتويت مع سيد منير الغابري مدير الاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز. صباح الخير سي منير. مرحبا أخت ميم ومرحبا بكل المستمعين. يظهر لي توينس الكل يعرفوا اللي نهار السبت كان أول بيك نشهدوا في الكونسوماسيون إلكتريك في الصيف هذية نظرا للاستعمال الكليماتيزور خاصة. سيد منير الغابري يبدو لي وصلنا لأن دوزيام بيك منذ يومين. صحيح هو نهار السبت كانت يمكن التجربة الأولى باعتبار القيمة متاع الذروة اللي وصلنا لها 4363 فقط، نقول فقط باعتبار أنه عام لاول حققنا 4677 يعني أقل من عام لاول، لكن أول أمس بالتحديد مش أمس أول أمس حققنا معناها تسمى ذروة قياسية في تاريخ الشركة وذروة قياسية إلى حد الآن في 2023 وإحنا في بداية الصيف، خطر مازلنا نتوقع ربما معناها ذروة أخرى، لكن لحد الآن هذه القصوى ب 4692 ميجا وات في 33 دقيقة معناها نتاع العشية. 33 دقيقة هذه ذروة قلت أول مرة تشهدوها في ستيج سيد منير غابري. أول مرة بطبيعة الحال عملوا 4677 أسناف وتناها جوزناها 4692 بطبيعة الحال هذا يحملنا مسؤولية خاطر الأمر دقيق، نعرف السخانة، نعرف اللي هذه البداية، وإحنا اللي قلق شوية هو تتالي الأيام اللي سخونة معناها اللي في ارتفاع الحرارة، وهذا بطبيعة يخلي معظم المستهلكين معناها يقبلوا برشا على استعمال المكيف، وهذا بطبيعة حقهم، لكن احنا اللي نطلبه هو الترشيد متاع الاستهلاك في جميع الأجهزة معناها الكهرو منزلية، وكذلك تعديل هالمكيفات هذية على درجات معناها تكون أكثر من 26 باش هكاك الكليماتيزور يخدم مرتاح، الشبكة ما يوقعش إرهاقة، وكذلك نفكر حتى في ارتقال متاع الفاتورة مستقبلا. والله هذا مهم نذكروا به أكثر من مرة أنه ساعة أولا لكونسوماتور المستهلك ما تجيش فاتورة الفاتورة غالية برشا، على خاطر كي نحطوها في 26 فما يعني تعديل يصير، وخاصة وأنه الناس الكل بلغتنا العامية سيم الناس كل تجبد معناتها، وإحنا في فصل متاع السياحة ونعرفوا برشا سياح والوتلة الكل تخدم ونعرف عدد السياح، دونك هذا كله مربوط ببعضه، وهذا يخلي أنه ستيك تزيد تستورد الإلكتريسيتي مش تستورد الإلكتريسيتي الغاز باش تنجم تنتج الإلكتريسيتي. هذا وذاك أنت مغلطش، هذا وذاك تبقى إحنا مطالبين لتأمين الطلب مهما كان، وإحنا نطلب معناها كل لطف من الحلفاء نتاعنا باش يتفهموا الوضعيه هذه يساندونا، لخاطر احنا في الساعات العاديه ما نتقلقوش، اما نتقلقوا من 11 حتى الاربعه نتاع العشيه هذه وقت الذروه، وقت تتزامن معناها الطلبات، وخاصه مع اكثر الاجهزه اللي تستهلك ضوء اللي هي المكيفات. هذا اللي احنا اللي حاجتنا فيه معناها باش المواطن يفهم شويه ويحاول، راهو مانيش طالبين حاجه كبيره، احنا حتى كي تطفي انبوبه تتم ساهمت. أي واضح. سيد منير الغابري نذكر اللي انت متكلم متحدث والناطق قاسمي باسم الستيج مسؤول بالاتصال، اليوم فما عديد الـ يعني النداءات قريب باش توصل نداء استغاثة فين في بعض المؤسسات المنشآت العمومية وبالتحديد في بعض المستشفيات، وانه في عديد الاقسام il n'y a pas de climatisation. هل تبع فيها الموضوع هذا؟ بطبيعة الحال احنا بالتحديد مثلا مستشفى القصاب في منوب كل منطقة عندها أقليم بطبيعة يشرف على المنطقة هذيك ويأمن تزويد المنطقة هذيك سواء بالكهرباء والغاز حسب المواصفات المعروفة، وبطبيعة الحال راهو معناها نقول المفروض الأمور كل تبدأ عادية، لكن إن وقعت أعطاب وإلا شفنا نوع من الاضطراب الأقاليم موجودين، المسؤولين موجودين، الفرق زادة كيف متاعنا مجندة 24 ساعة على 24 ساعة للتدخل عند الاقتضاء، ومع النشمزية في هذايا
نخدمه. كل نعرفه اللي احنا في ظرف الى حد ما حساس شويه ونتفهم معنا حتى المواطن راه وقت يقص عليه الضوء وتبدا عليه الدنيا سخونه وكذا، واحد معناها تم قلق وسمى معناها صمت ازعاج، لكن احنا اون فيت دو نوتر ميو معناها نعمل كل ما هو متاح لنا باش نكون معناها في الموعد وباش نقصر حتى في اجاله التدخلات نتاعنا. اي مجندين ونعرف هذيا وقاعدين نشاهدوا فيه بال يعني سيد منير غابري نعرفوا كل الوحدات نتاع ستيك تخدم اش 24 بال في الاوضاع هذيا. انت نفيد في مداخلات سابقه انه دخلت ستيك باش تقص الضوء على بعض الجهات وبعض الاماكن، وقلت هذيا مستحيل ما عملناش خاطر نعرفوا مثلا مقارنه باللي اعلنت عليه السوناد منذ اشهر انه باش يتم قطع المياه على بعض الجهات نظرا للشح المائي اللي احنا عايشينه. ناس تخيلت وانه ستيغ يمكن زيادة تقوم بنفس الحاجات هذية. سيمونير هو في قيادة الشبكات الكهربائية مش كانت ستيغ تبدا ثم سيناريوات حسب ما هو جاري، ثم الخطر اللي هو شيء حسب معناها يجي حسب المتوقع أو ثم ساعات ديزان بريفي كله معناها يبدأ موجود حسب سيناريوهات. الغاية شنيوها هي إنقاذ الشبكة باش تبقى في حد أدنى قابلة للتشغيل. هذاك علاش تلتجأ الشبكات هذه الشركات هذه في الحالات القصوى إلى قطع جزئي، والقطع هذا يسمى قطع دوار ما يهمش منطقة فقط، يبدأ معناها معزول ظرفي في الزمان والمكان. دونك معناها لكن احنا علاش انا هذا صرحت به قبل ماهوش مطروح علينا باعتبار احنا عندنا المتاح من الطاقه وعندنا كذلك نعرف الطلب نتاع الحرفاء نتاعنا في كامل تراب الجمهوريه ونجم نامن الطلبات هذه بكل اريحيه في الظروف العاديه. الظروف الاستثنائيه عندها زاده كيف قارين لها احنا حسابها باش ديما نمنع الشبكه نتاعنا باش ما تطيحش على خطر للفوندرمون هاك البلاك اوت اللي تسمى هذاك هو الصعيب وهو اللي ياخذ معناها ساعات وقت كبير ينجم يكون حتى نهارات باش تنجم ترجع الشبكه لحالتها الطبيعيه. احنا هذاك باذن الله سيناريو بعيد برشا مناش كما الماء مثلا كما حكيت انت وكذا واحد بقى احنا امور فنيه ان شاء الله ظروفنا احسن بكثير اللي نشوفوا فيه توا بوسكو احنا نجمنا نامن هالبيك هذا ب 4692 ميجا وات مثلا امس اقل شويه 4688 خاطر احنا كل يوم ويوم وراه المراقبه وكذا والمتابعه معناها فهمت الاولاد زاد كيف على كم تراب الجمهوريه عندنا اجهزه التواصل نتاعنا والاتصال معناها والتدخل وكذا باش نراقب باش نامن وباش ننقص على قدر المستطاع من الانقطاعات والاضطرابات في كل بلاصه معناها وكل جزء من تراب الجمهوريه من اقصى أنا تراب الجمهورية في غيبة حتى البنزرت. شفنا البارح رئيس الجمهورية استقبل السيد هشام عنان رئيس مدير العام لشركة التونسية للكهرباء والغاز كما استقبل كذلك السيد مصباح الهلالي بي دي جي نتاع السوناد، ودعا رئيس الجمهورية على أن زوز قطاعات الحيوية الماء والغاز يكونوا متوفرين ووضع حد الانقطاع المتواصل للماء والكهرباء في عدد من الجهات الجمهورية في أسرع الأوقات. ويقول أنه في بيان الرئاسة أن ظاهرة الانقطاع لا يمكن أن تبرر بعمليات صيانة روتينية وهي عمليات كان يمكن القيام بها قبل حلول فصل الصيف. مشاكل متاع سيانة في الستيغ سيد الغابري هو الأكيد أنه مرفق الكهرباء مرفق حيوي ومتفق عليه معناها وإحنا نعرفوه هذايا من قبل ونتفهم معناها هاجس السيد الرئيس وتوجهه للقطاعين هذوما الحقيقة الكهرباء والماء في وقت معناها حساس. تبقى بالنسبة لنا احنا القطاعات راهي ماهيش نتيجة الصيانة والتعهد، احنا ننطلق الصيانة والتعهد بعد الذروة متاع الصيفة الفارطة معناها من سبتمبر عملناه لأكتوبر بدينا في التقييم متاع نتائج الصيفة متاع 2022 ومنها جاءت عمليات التعهد والصيانة اللي نقوم بها حتى نأهل الشبكة نتاعنا باش تكون شغالة وفعالة ك
كأحسن ما يكون في الصيف معناه بتاع 2023. تبقى هذا ما يمنعش أنه هنا وهناك قد تطرأ بعض الاضطرابات. أنا مثلا ما نجمش نحكم في أنه شاحنة تدخل في بوتو. مضطرين احنا باش نتحمل هالوضعية هذيك ونقوم بالإصلاحات اللازمة. احنا معناها هذا روى لعين المواطن، المواطن يشوفه معناها تم حاجات خارجة عن النطاق ما تجمش انت تسيطر عليها. ساعة معناها السخانة اللي احنا مثلا برمجنا حطينا نقوله نبلة 50 درجة وكذا، تجي حاجات أكثر من المتوقع ولأيامات متتالية. احنا روى نهار واثنين ما يقلقوش، أما تبدأ 10 أيام بجرط بعضها معناها كلها سخونة. والناس كل تعرف روى تم أرقام ولات عالمية، ما هيش حتى محلية لهنا ولا أقليمية، ما وقع تسجيله معناه في الأيام الفارطة أرقام قياسية على مستوى عالمي. دونك إن شاء الله بتبيع نقوله باللطف، إن شاء الله الأمور معناها ربي برد علينا فهمت ويخفف علينا الوطء هذية. لكن إحنا رغم هذية كلها قايمين بالواجب، متفائلين ونطمن المواطن أن روى على ذمته في كل حاجة باش نتدخل باش نرجع الأمور، ونطمن المواطن أنه ما فماش مشاكل تزويد من الغاز. سيد مني الغابي لا بس احنا بوسك وقت اللي الكهرباء يمشي يعني الغاز موجود معناها فهمت، وما عندناش حتى اشكال. الامور معناها بشكلها الطبيعي والمعهود، ما عنديش حاجه استثنائيه نجم نفيدك بها. اللي نوعد به ان وراو اعوان استاج واستاج ككل مجندة باش تحسن التصرف في المتاح باش نعدي صيفة بأقل الأضرار بإذن الله. شكرا لك سيد منير غابي مدير الاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز على هذه المداخلة وعلى هذه التوضيحات. صباح الديوان مكملة معكم حتى